سادتي، مرحبا بكم في القناة ديالي مغربية بأبو ظبي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بكل صحة وعافية. اليوم ان شاء الله البنات واحد الفيديو اللي هو جديد في القناة ديالي. فكرت قلت علاش ما نشاركش معكم بعض العطور اللي تنستعمل انا. ماشي غادي نقول لكم عطور باهظة الثمن، ولكن عطور ثمنها معقول، في الغالي في اللي كاينه غالية شوية وفي اللي كاينه رخيصة. انا غادي البنات كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، والبنات اللي باقي ما شاركوش في القناة ديالي، الى عجبكم محتوى القناة ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وبالضغط كذلك على الجرس باش توصلوا بكل جديد قناتي. الو غادي البنات غنبداو باول عطر غادي ندوي لكم عليها البنات، هو هذا العطر البنات. هذا البنات خطير، غنقربوا لكم البنات. زوين 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 بزاف، انتما كتشوفوا راه خواليه شحال هذه باش خواليه. هذا البنات تاريخ كيتباع في على ما اظن بلاتي ما عقلتش اش من بارفيوم غير هنا كيتباع. هو في البحرين، هو اصلا عطر صنع في البحرين وكيتباع على ما اظن البنات عند الرصاصي او الجنيد، كيتباع عند عطور جنيد هنا بالامارات في الدول الخليجيه. كيف ما تشوفوا البنات عطر غزال غزال بزاف. ما عرفتش الثمن ديالو، جابوا لي الزوج ديالي من يلاه جيت من يلاه جا المغرب، باقا ديك الساعه ما جيتش الامارات. صراحه انا البنات منعاودش لكم عليه، خطير واحد الدرجه ما تتصورش. والريحه ديالو ما بين عطر فرنسي وعطر عربي، اللي تيشمها تيسولني عليها. ان شاء الله ما نبغيش ناخذها، غادي نديكم معايا باش داك السيد اللي تيبيع العطور يقول لكم المكونات اللي فيها. هو عطر زعما ماشي عطر اللي هو ثقيل ولا هكا، ولكن غزاله البنات. عندي هذه اللي خديت دابا تقريبا عام ونص لانستون، كيف ما تشوفوا ديال واش غايبان لكم ولا لا، ديال غيغلا. هاد لانستون ديال غيغلا البنات زوينه بزاف صراحه، غزاله. سمحوا لي ولدي راه مبرزطني، غزاله بزاف. غير هي مجهده شي شويه كيف ما تنقولوا مجهده، ولكن تتبقى مده طويله. صراحه تتبقى في الحوايج في كل شيء غزاله بزاف. هذه تقريبا خديتها ما عقلتش اكزاكتومون، ولكن دابا شي عام ونص مات عامين، يمكن شي 700 درهم ما عقلتش، والله ما عقلتش شحال خديتها. ان شاء الله غادي نعدل لكم على الاثمنه. عندي كذلك هذا الريحه فنه، ما هبطتش معايا هذا العام المغرب، علاش؟ حيت عزيزه عليا، عطاتها ليا لوستي. هذه ريحه ديال نينا ريتشي، شنو سميتها؟ بروميير جور سميتها البنات. شوف كتشوفوا سميتها بروميير جور ديال نينا ريتشي. حتى هي البنات غزاله، عطاتها ليا لوستي، كنوجه لها التحيه، تنقول لها شكرا بزاف وعزيزه عليا بزاف. ريحتها خطيره خطيره، يعني ما تنخرجاش معايا وتنديرها نهار اللي تنبغي نديرها. الان البنات غادي نهضر لكم على العطور الرخيصه اللي تتعجبني. كاينه هذا العطر البنات اللي غادي يعرفوا هاد لامارك، هاد لامارك جيني او ميني كريستال، واحد لامارك على ما اظن سعوديه. كيخرجوا هذا لي زيشونتيون صغار صغار، وكيعطوك بحال مثلا لانستون يخرجوا لك منها صغيره. ميني كريستال نفس الريحه البنات. هذه خديتها هي صنع من الامارات، شوفوا ميد من الامارات. هذه اللي خديت فلورا، لا تعرفوا فلورا ديال غوتشي، ديري بحال القنينه ديالها وبحال الديزاين ديالها، وافكتيفمون البنات راه بحال الريحه ديال غوتشي، غزاله بزاف. هادو البنات كنت هبطتهم معايا المغرب، خلاهم لي ب 10 دراهم اماراتيه على ما اظن. خديت هذه ديال فلورا، وخديت كذلك هذه ميني كريستال، هذه ديال روبيلتو كافالي، نفس الريحه ديالتها البنات. صراحه كاينه حتى هذه البنات الى فكرتكم غتجيكم بحال ريحه بحال القنينه ديال سي ديال جورجيو ارماني بحالها البنات. صراحه هذه سميتها ميني بيوتي، غزاله بزاف البنات، وعندها الريحه بحال ديال سي، غير هي داخله فيها شويه عطر عربي، يعني بحال قلت سي فرنسي عربي. والبنات غادي نهضر لكم كذلك على هذا الرويحه، كلشي تيعرف الرويح ديال لي بريباراسيون. هذه شريتها في المغرب كانت كتعجبني، ولكن راه مجهده بزاف البنات. خديت اولمبيا، ولكن هي نكذبش عليكم سانا غيان افوار مع اولمبيا لوريجينال، ولكن البنات قلت زعما ناخذ فكره، ولكن راه مجهده مجهده بزاف، يعني نقدر نديرها في الدار ما نقدرش نديرها على برا. وعندي كذلك هاد ديزير ريحه عاديه رخيصه مرخص،
خديتها في سوق الهدايا اللي تيكون هنا بالامارات. صراحه زوينه البنات وخفيفه وتتبقى في اللحم وكتبقى في الحويجات، يعني الثمن ديالها ما يكونش داك 30 درهم مغربيه ولا هكا. وثاني غادي نهضر لكم على واحد بودرة دهن العود غزالة يا البنات، زوينة زوينة بزاف. هاد بودرة دهن العود يمكن لك ديريها الجسم ديالك، ديرها بين الفخذين الا كنتي في فترة دم الحيض، يمكن لك تستعمليها، كتعطي ريحة خطيرة بريحة العود. هو دهن بودرة من دهن العود، هي صراحة ريحتها البنات غزاله بزاف. نصحتني بها الصديقه ديالي، تنديرها في الجسم ديالي، تنديرها فين ما بغيت، وكتبقى ريحتي ريحه العود واضحه. نقطه اخرى غادي نقولها لكم، كل واحد تيمشي على قدو وعلى جهدو، يعني ناخذو على قدره الاستطاعه ديالنا، يعني نشريو العطور على حسب كيف ما تنقولوا جيبنا، شي حاجه تكون زوينه وعطر خفيف وداكشي اللي تتبغي نتيا، فرنسيه عربيه عود اللي كتحبي، ولكن تنمشيو على قياسنا. كيف ما تتشوفوا هادو عطور متواضعه، ما كايناش شي حاجه اللي هي باهظه الثمن، كل شيء بثمن معقول، والانسان تيشري على قد جيبو. الوغ تنقول لكم مره ثانيه شكرا. وغزلاتي كيف ما تتشوفوا شاركت معكم عطوري المتواضعه، ما غاديش نقول لكم عندي عطور اللي هما باهظين الثمن، الثمن باثمنه معقوله. حد الان باقي عندي غير هاد العطور، باقي ما شريت حتى شي حاجه جديده، هاني غنشري شي حاجه جديده غادي نشاركها معكم بما اني تنسالي شويه من هاد العطور اللي عندي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبيان سور الى عجبكم خليو لي لي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. وتنقول لكم مره ثانيه الى شفتوا الفيديو شكرا لحسن المتابعه، والى اللقاء.